خاصة من برنامجنا الوطني إنجازات وطني. وضيفنا لهذه الحلقة سعادة رجل الأعمال السيد عبد الحميد عبد الله البخاري من الشركة الهندسية للمضخات والمعدات AAB. سيد عبد الحميد عبد الله البخاري، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. محطة مميزة، برنامج وطني مميز بيعتز فيه أي مواطن سواء يعمل في القطاع الخدماتي أو الاستثماري أو القطاع العام. نعم، إحنا سعيدين في وجودكم معنا، ونتمنى إن شاء الله نعطيكم نبذة تكون قدوة لكل إخواننا المواطنين السابقين واللاحقين إن شاء الله إنا في التميز وفي سرعة الإنجازات الوطنية اللي الجميع إن شاء الله بيبحث عنها. بالبداية سعادة رجل الأعمال السيد عبد الحميد عبد الله البخاري، أنت أشهر من أن تعرف في هذه الشركة، الشركة الهندسية للمضخات والمعدات، ولك الباع الطويل وأفنيت العمر الطويل في هذه الشركة. حابين نعرف السادة المشاهدين أكثر، من هو السيد عبد الحميد عبد الله البخاري؟ تفضل. عبد الحميد عبد الله عبد الحميد البخاري، نعم، مواليد عام 1965 عمان، عمري حوالي 51 عام. أعتز أني خريج الكلية العلمية الإسلامية كمدرسة قضيت فيها طفولتي وشبابي، وأعتز أني أكملت دراستي في الجامعة الأردنية الصرح العلمي الذي أوجده جلالة المرحوم الملك الحسين بن طلال ليكون صرح مميز لجميع الإخوان والمتعلمين وأم الجامعات الأردنية. نعم. وأعتز أن جميع خريجين هذه الجامعة حتى الآن هم أكثر الناس المتميزين سواء في الولايات المتحدة أو بريطانيا بعد أن أتموا دراساتهم العليا بعد الجامعة الأردنية، وكانوا جميعهم من الطلبة المتفوقين جدا في جميع المجالات. نعم سيد عبد الحميد عبد الله البخاري، احنا نقول لك الله يعطيك العافية. الله يعافيك. ما شاء الله عليك. تحدث الآن عن تأسيس هذه الشركة، الشركة الهندسية للمضخات والمعدات AAB. متى تأسست هذه الشركة وفكرة وإنشاء هذه الشركة؟ نعم، بسم الله. تأسست شركة الشركة الهندسية للمضخات والمعدات في عام 97 عندما كنت أنا أعمل في الخليج كمدير لشركة مضخات لمدة 5 سنوات، أحد الشركات الأسترالية. نعم. وكان التميز العام لهذه الشركة متميز جدا، فأعطوني وكالة لكل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأعطوني حق المكتب الإقليمي لهذه الشركة منذ عام 1997. نعم. وثم امتد هذه فروع هذه الشركة ليشمل الأصل الموجود في إيطاليا لشركة تسمى SKS، وأيضا شركة SKS القوية أعطتنا باسمي مكتب الإقليمي لها في بداية عام 2000. وثم أصبح لنا لابد من وجود منتج يحمل الاسم التجاري المتميز الذي نملكه نحن كمؤسسة عبد الحميد البخاري، الشركة الهندسية الإيطالية للمضخات والمعدات. نعم. وهذا الاسم المميز وهو AAB كنيك نيم لنا وللعائلة، تم تسجيل هذا الاسم كمنتج تجاري في كل من المملكة الأردنية الهاشمية أولا، ثم الإمارات العربية المتحدة. نعم. والسعودية ومصر ولبنان، وثم في بدوفا في إيطاليا وفي الصين أيضا. جميل. وتم اعتماد هذا المنتج كاسم تجاري هام لجميع المضخات التي تغطي جميع الفئات من المضخات المنزلية والزراعية والصناعية. نعم، يعني أنت ذكرت سعادة رجل الأعمال السيد عبد الحميد AAB. نعم. كاسم للعائلة. نعم. جميل. اسم تجاري مميز للعائلة. للعائلة. احنا لسه كنت بدي اسالك سؤال سيد عبد الحميد، ما هو يعني تحدث عن التميز لهذه الشركه. نعم. تتميز هذه الشركه، تميزت هذه الشركه بشموليتها لجميع تطبيقات واستخدامات المضخات سواء كانت كما اسلفنا سابقا. نعم. المنزليه او الزراعيه او الصناعيه. نعم. حيث ان المضخات هذه تبدا من مقاس النصف او الثلث حصاد البسيطه جدا المستخدمه في كل منزل، وحتى ال180 حصاد التي تستخدم في المزارع الكبيره جدا. نعم. نعم. نتحدث سيد عبد الحميد ايضا عن اليه العمل واهم الخدمات في هذه الشركه. اليه العمل، احنا الان نتحدث عن منتج لا يستطيع اي انسان ان لا يستخدمه خلال اقل من ساعتين. مثلا الان تستطيع ان تجلس في اي مبنى لمده ساعه او ساعتين او 10 ساعات حتى، دون الحاجة إلى غذاء، دون الحاجة إلى كهرباء، إلى تسلية، ولكن لا تستطيع أن تجلس الآن في أي مبنى دون حاجتك إلى المياه سواء من أكثر من بضع ساعات بسيطة، سواء لاستخدام الغسيل أو لاستعمال الحمام أو الشرب أو لأي استخدام آخر. ويرتبط وجود المياه في أي مبنى في العالم سواء كان هذا المبنى منزل
أو مدرسة أو مصنع أو معسكر أو عدة حكومية أو وزارة أو جامعة أو أي مكان آخر بوجود المضخة التي تقوم بنقل الماء من مكان إلى مكان حسب استخدام وحاجة المستهلكين لها. جميل جميل. سيد عبد الحميد نتحدث الآن أيضا تحدثنا عن التميز، تحدثنا عن آلية العمل، نتحدث الآن أيضا أهم النشاطات التي قمتم بها مؤخرا في هذه الشركة. نعم، تعتبر هذه الشركة من الشركات المميزة جدا، حيث أن الآن نبحث عن كل ما هو جديد ويوفر الوقت والجهد والطاقة للمواطنين. فنحن الآن ليس الهدف عندنا الربح والبيع المادي، حيث أن جميع المضخات الصغيرة التي موجودة عندنا هي عبارة عن مضخات تعتبر غير ربحية، ولكن تغطي احتياجات جميع المواطنين من حيث استهلاك الطاقة، كمية الماء، كمية استهلاك الكهرباء، والثمن المعتدل جدا المتوسط والذي بمقدور أي شخص وبمتاوله أن يشتريها فورا في حال انقطاع الماء. نعم. واحتراق المتوء المسمى المضخة. نعم سيد عبد الحميد، توريد هذه المضخات من أين؟ تكنولوجيا صناعة المضخات طبعا بدأت بالأساس في كل من ألمانيا وإيطاليا، وانتقلت إلى جميع العالم مثلها مثل أي تكنولوجيا للمضخات. الآن جميع الشركات العالمية القديمة التي عمرها من 100 عام وحتى 30 عام والموجودة في كل من أوروبا والولايات المتحدة. نعم. الآن تتمتع بفروع قوية لها في شرق آسيا وبالذات في الصين، بسبب أن المنتج نفسه، يعني الآن نحن نتكلم عن مضخة تحتوي على سلك نحاس، هذا السلك النحاس له عيارات معينة مثله مثل أي قطعة ذهبية، عيار 21، عيار 25، عيار 24 عفوا، أي قطعة ذهبية نفس الشيء سلك النحاس. الآن طالما نحن نحصل على السلك الأصلي حسب المواصفات العالمية الموجودة، بإمكاننا الآن تجميع ولف هذا السلك سواء في دولة الأيدي العاملة فيها رخيصة مثل الصين وإرجاعه إلى أوروبا لتجميعه، أو تصنيعه داخل أوروبا، والتكلفة تكون عالية جدا على المواطن. فلذلك الآن جميع الشركات المصنعة ذات الأصل الأوروبي مثل شركتنا تتعاون بشكل قوي جدا مع دولة تسمى الصين بسبب رخص الأيدي العاملة الموجود فيها في تجميع مكونات هذه المضخة. جميل جميل. سيد عبد الحميد، نتحدث عن إقبال التجار، إقبال الشركات لهذه المضخات والتعاون بين الشركة الهندسية للمضخات والمعدات وأيضا الشركات الأخرى، كيف بتشوفها؟ حتى الآن نحن جميعنا مستوردي المضخات في المملكة وفي جميع الدول العربية لا تتجاوز 15 شخص في كل دولة من الدول العربية. نعم. وهذا شيء مميز لسببين، هي عبارة عن بند بسيط ذو هامش يكاد يكون معدوم، ولكن يعتمد على الكم الكثير، حيث أن كما ذكرنا سالفا. نعم. كل منزل وكل إنسان لا يستطيع أن يستغني عن المضخة لمدة تزيد عن ساعة داخل منزله. نعم. في حال احتراقها أو عدم وجودها لابد من تبديلها وإحضار واحدة جديدة فورا، وذلك لاستخدامها للمياه. نعم. داخل المنزل. نعم. فلذلك البيع يكون لها كثير جدا وبكميات، ولكن جميعها مع الأسف تتمتع بهامش ربحي قليل جدا لا يكاد يذكر، وخصوصا المضخات المنزلية. نعم. إحنا سيد عبد الحميد خلينا نتحدث عن المضخات، يعني مين يستعملها غير الشركات؟ خلينا نتوسع أكثر. نعم. بهذا المجال تستخدم المضخات بالدرجة الأولى داخل المنازل لرفع المياه من الأسفل إلى الأعلى. نعم. ثم إلى أعطاء الضغط الكافي داخل المنازل من التنك العلوي، ثم تستخدم إلى التدفئة المركزية لنقل الماء الساخن. نعم. من البويلر إلى داخل الشقة، ثم تستخدم في أي مدرسة لنقل المياه لاستخدامات الحمامات، وفي أي وزارة لتدفئة ونقل المياه داخل أي وزارة. نعم. وفي أي دائرة حكومية وفي أي جامعة وفي أي مكان، كما أنها تستخدم أكثر في المصانع، حيث لا يوجد مصنع الآن سواء كان يتعامل في المواد الغذائية أو أي منتجات تتعامل مع السوائل دون الحاجة الشديدة جدا إلى المضخات. كما أيضا أنها تستخدم بشكل قوي وكبير جدا بالمزارع، ولذلك فإن هذا البند وتحية قوية جدا لكل العاملين على هذه الإنجاح الزراعة في هذه المملكة، أن هذا البند يعتبر أهم أركان المواد الزراعية، ولذلك حظي برعاية حكومية قوية جدا له بإعفائه من جميع الرسوم الجمركية. نعم. وأي رسوم أخرى لتشجيع المزارعين. جميل. سيد عبد الحميد عبد الله البخاري، هل يوجد تعاون بين الشركة الهندسية للمضخات والمعدات AAB ووزارة الزراعة؟ بالتأكيد يوجد تعاون قوي،
ما بين وزارة الزراعة ووزارة المياه ووزارة الصناعة، وذلك حسب حاجة كل المواطنين أو يعني كل مستخدم. وكل مستخدم الآن يتمتع بقرض من وزارة الزراعة لابد له من إحضار أول بند يكون مضخة المياه التي تعينه على نقل المياه من الأبار الجوفية وسقيات المزروعات موجودة داخل المزرعة. جميل. زيد عبد الحميد، أكيد هذا القطاع تطور بشكل ملحوظ في الأردن، كيف تراه سيد عبد الحميد في الأردن؟ طبعا نحن جميع الدول العربية الآن نسير في خطى واحدة، وهي الآن سوف تصبح عندنا المياه من المواد الأساسية التي تشح سنة بعد سنة للأعوام القادمة. ولذلك نحن نتمنى الآن بوجود المصادر البسيطة من المياه، نتمنى على جميع المستخدمين في الدول العربية وفي الأردن بضرورة الاتجاه الاقتصادي في استخدام المياه حتى نبقي الاحتياط الموجود لدينا للأجيال القادمة لاستخدامه كما استمتعنا واستخدمناه نحن. ولذلك استخدام قطاع المضخات يجب أن يكون إلى حدود معينة، بحيث أن مثلا تستطيع أنت الآن أن تستخدم الضغط القوي جدا للحمام للشاور للحمام، ولكن لا حاجة له مثلا لغسل الأواني، لا حاجة له مثلا لتنظيف اليوم من السيارة، لا حاجة له داخل المنزل. فلذلك حكمة استخدام المضخات داخل المنازل هي الوسيلة الوحيدة التي تعاون جميع الحكومات والدول العربية للحفاظ على احتياط الماء الذي سوف يكون أغلى من أي مادة أخرى في الأعوام القادمة. نعم إن شاء الله. إحنا أكيد هذه الشركة الهندسية المضخات معدات AAB لها طموح ورؤية مستقبلية، وأكيد أسعد رجل عمل السيد عبد الحميد عبد الله البخاري له طموح إن شاء الله للمستقبل لهذه الشركة، أيضا للتوسع للبحث عن نطاق أيضا أوسع وآخر حابين نتحدث فيه سيد عبد الحميد. نعم، أنت الآن جئت في مناسبة عزيزة علي وعلى الوطن وعلى الجميع. نعم، أنت الآن تقريبا في مئوية الثورة العربية الكبرى وإنشاء المملكة. نحن سعيدين جدا ونعتز بأننا كنا جدنا أحد الأشخاص الذي قدموا مع الشريف حسين وقت الثورة العربية الكبرى إلى منطقة ما يسمى المملكة الأردنية الهاشمية، وكان طبعا في هذه الفترة لا يوجد أي نوع من أنواع التجارة الرسمية داخل المملكة، بمعنى أنه لم يكن يوجد أي مكان سوق مغلق تأتي إليه بالصباح تفتح هذا المكان وتنهي تجارتك بالمساء وتغلق هذا المكان، لم يكن يوجد حتى عام 1935 عندما أنشئ أول سوق مغلق داخل المملكة وهو سوق البخارية. فلذلك أجدادنا بعد أن قدموا هنا لم يجدوا العمل القوي المناسب، فانتقلوا إلى كل من يافا والقدس وقاموا بعمل النشاطات التجارية القوية فيما يختص في صب المعادن وصب العملات، ثم قدموا إلى عمان في اللحظة التي شعروا فيها بوجود بداية وجود حركة تجارية في عام 35 لإتمام هذه الحركة مع إخوانهم الموجودين هنا من البخاريين القادمين من المملكة العربية السعودية. وأنا كإنسان أعتبر حفيد لهذول الأجداد أعتز أني الآن لا يوجد لدينا داخل كل الدول العربية مصنع برأس مال عربي بامتياز عربي يقوم بتصنيع المضخات من ألفها إلى ياها. فلدي طموح مستقبل إن شاء الله في المستقبل القريب أو البعيد أن أقوم أنا بإنشاء هذا المصنع الذي يكون رأس ماله عبارة عن رأس مال أردني وجميع العاملين فيه من المواطنين الأردنيين، ويتمتع بتصنيع مطلق وامتياز بمضخات مميزة لا تقل عن المضخات الإيطالية والعالمية فيما يختص في نقل المياه بإنتاج أيدي عامل أردني. هذا هو الطموح الوحيد الذي جميعنا إن شاء الله دائما التقدم والنجاح سيد سعادة رجل أعمال السيد عبد الحميد عبد الله البخاري. لكن الآن نتجه سيد عبد الحميد عبد الله البخاري، بتواجهه مشاكل أو معوقات أو عقبات من جهات معنية أو ترخيص لهذه الشركة؟ نعم، أنت الآن سألتنا السؤال الذي يحلم فيه كل مستورد المضخات. الآن طبعا هذا الحلم منقول لأي مواطن. نحن بقيت عندنا مادة مضخة المياه معفية من كل شيء منذ تأسيس المملكة منذ عام 46 وحتى عام 2001. في عام 2001 تم إخضاعها إلى ضريبة المبيعات لمدة أعوام بسيطة، وقام جلالة الملك عبد الله الثاني
جزاه الله كل خير بإلغاء هذه الضريبة عن المضخات وذلك لحاجة جميع المواطنين لها وبأثر رجعي. وبالفعل رجع المواطن يتمتع بالسعر الطبيعي لهذه المضخة. ولكن قبل عام ونصف قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية بإعادة نسبة 16% على المضخات. فأنا كمستورد كما هي المضخة الآن أزيد فقط هي بند 16%، ولكن بالنتيجة النهائية المواطن يتحمل العبء في هذا البند الذي هو بحاجة ماسة له. سواء كان هذا المواطن من أو من أدنى دخل إلى أعلى دخل داخل المملكة الأردنية الهاشمية. يعني الأمور تمام وأمرنا ورجائنا نحن احنا كمستودين لم نتأثر لأنه يعني سواء ضموا علينا 16 أو 60% نحن نفس البند هذا بالنتيجة هي سوف نضمه على المستهلك. فأنا أتمنى أن تخفف هذا العبء لمادة أساسية ركنية تعتبر أهم بند من بنود إيصال الماء لأي مبنى داخل المملكة. أن تتمتع بالإعفاءات التي وشحت من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني جزاه الله كل خير. نعم سيد عبد الحميد عبد الله البخاري، إن شاء الله بتنحل هذه المشاكل عبر شاشة قناة جوسات عبر عدسة إنجازات وطنية. سيد عبد الحميد الآن إحنا نقول لك كل عام بخير. كل عام وانتم بخير ونتمنى إن شاء الله دائما التوفيق والنجاح لهذه المحطة. أكيد. وأنا أعتز بأني الآن أضع جميع استثماراتي أنا وأي مواطن أردني داخل بلد يتميز بالتحكم بأمنه وأمانه من قبل الحكام والمسؤولين في هذه المملكة، وتستطيع أن تسافر وتذهب وتستمتع بالأعياد وتستمتع بأي مناسبات وأنت تشعر بالأمان بنسبة 100% داخل بلد مميز في منطقة تجتاحها جميع العاصية. وأنت الآن الوحيد في هذه الجزيرة التي تمتع بكل الأمن والأمان الذي لا يمكن أن يحصل عليه في أي بلد عربي. أكيد الحمد لله على نعمة الأمن والأمان. وإحنا سيد عبد الحميد نقول لك أيضا كل عام بخير لهذه المناسبة الوطنية عيد الثورة المئوية وأيضا عيد الاستقلال وأيضا حلول شهر رمضان مبارك. لكن لو قدر لك في هذه الأيام أنت قبلت مع جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في ظل هذه القيادة الحكيمة الرشيدة في ظل هذه المناسبات الوطنية، وإن شاء الله يديم الأمن والأمان وعلى جميع الدول العربية إن شاء الله، أكيد كله بأثر على بعضه من ناحية الظروف، لكن إن شاء الله يديم الأمن والأمان على جميع الدول العربية. سيد عبد الحميد لو تقبلت مع جلالة الملك أكيد راح تحكي له كلمة بهذه المناسبة الوطنية، أكيد وبمناسبة الأمن والأمان في هذا البلد وأيضا بمناسبة عيد الاستقلال والثورة المئوية وحلول شهر رمضان المبارك. أكيد هذه الكلمة راح تصل من سيد سعادة رجل الأعمال السيد عبد الحميد عبد الله البخاري عبر شاشة قناة جوسات الفضائية الأردنية. تفضل سيد. لو صدفت في أي صدفة إن شاء الله في التقاء بجلالة الملك عبد الله الثاني أشكره على أني مواطن أردني أحمل الجواز الأردني أينما أذهب، أعتز به وأتمتع بجميع الحقوق الدبلوماسية المميزة لنا، بالإضافة إلى أني أعيش في بلد لا أخاف فيه في أي لحظة على استثماراتي ولا على ممتلكاتي ولا على أموالي ولا على أي شيء ولا على أهلي ولا على عيالي داخل البلد. وأعتز جدا بذكاء وإدارة جلالة الملك عبد الله في صيانة جميع مع مرافق المملكة الأردنية الهاشمية ومتابعة جميع النشاطات التجارية والتربوية والصناعية والاقتصادية داخل المملكة يدا بيد مع جميع المواطنين. ونتمنى من جلالته أن تدرس شغلة القانون ضريبة المبيعات الذي ضم على هذا البند الأساسي للمواطنين، ذلك لحاجة المواطنين الماسة لهذا البند فقط. نعم إن شاء الله راح تصل ان شاء الله عبر شاشة قناة جوسات، والله يديم الامن والامان ويديم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن حسين فوق رؤوسنا ان شاء الله. نقول لك الله يعطيك العافية سعادة رجل الاعمال سيد عبد الحميد لهذا اللقاء الشيق. وفي نهاية لقائنا اعزائي المشاهدين الكرام نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة رجل الاعمال السيد عبد الحميد عبد الله البخاري من الشركة الهندسية للمضخات والمعدات AAB من مبنى الإدارة في شارع الشريف الجميل بن ناصر والمستودعات في مرج الحمام وأيضا التصدير والمكاتب في المنطقة الحرة الزرقاء. نقول لك الله يعطيك العافية وشكرا جزيلا أيضا لدعمك لبرنامج إنجازات وطنية سعادة رجل الأعمال السيد عبد الحميد عبد الله البخاري. نشكر لكم وجودكم معنا كبرنامج وطني مميز وقناة وطنية بامتياز تتمتع بإنجازات بإظهار إنجازات جميع المواطنين،
وتحكمها في هذه الإنجازات بما يتماشى مع مصالح جميع المواطنين لهذا التميز الموجود فيها. نعم، شكرا لكم وشكرا لوجودكم. ونحن نقول لك الله يعطيك العافية سيد عبد الحميد، وشكرا أيضا لدعمك لبرنامج إنجازات وطنية. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مهندس حسام من الشركة الهندسية للمعدات والمضخات. نحب بداية نستعرض معكم مضخاتنا. نبدأ بالمضخات السطحية المنزلية. احنا عندنا تبدأ من 6 × 10 حصان. هذه المضخة تمتاز بأنها مطرية مقاومة للعوامل الجوية، طبعا تأتي منها قوة 1 حصان تستخدم للارتفاعات العالية. في عندنا مضخات الضغط المتوسط تستخدم لتقوية المياه داخل الشبكات المنزلية، وأيضا تمتاز أنها مطرية وتحمل درجات حرارة عالية في النظافة. نأتي إلى الصنف الثالث، نسميها مضخات الجد، تستخدم لسحب المياه من الأعماق لغاية 10 متر. والصنف مضخات الستانلس ستيل تأتي صامت بقدرة 1 حصان، تستخدم للغايات المنزلية وللمياه. نأتي لقسم المضخات الغاطسة، نبدأ من مضخات نصف حصان. هذه الغاطسة للمياه العادمة، تبدأ من النصف حصان والطعن 1 فاس، استخدامات منزلية وصناعية. ونأتي لمضخات 3 فاس أيضا، هذه تستخدم للمياه العادمة والمصانع. وأيضا يوجد لدينا مضخات غاطسة للمياه النظيفة، تبدأ من المضخات الشلالات والنوافير بقدرة 0.5 حصان بلاستيك لغاية 5 حصان، وتوجد متوسط ارتفاعات من 7 متر لغاية 60 متر عامودي. طبعا تتميز مضخاتنا بخدمة ما بعد البيع والكفالة الحقيقية للمنتج، ليست الكفالة الوهمية. ونسعد باستخدامكم لمضخاتنا، وكل عام وأنتم بخير. الفني زياد، معك أستاذ زياد، مساء الخير. في هذه الشركة احنا حابين نتعرف عن عمل المضخة، حابين نبرز أهم دور للمضخة. المضخة هي عبارة عن جهاز ينقل مياه من مكان إلى آخر بحسب ضغط أو كمية المياه المطلوبة. نعم. كان في منزل أو مزرعة أو أرض زراعية، تقوم بسحب الماء من هنا وتخرجه من هنا حسب الضغط وكمية المياه. وهذا أبسط.
دار. قلبي هو للعماني والكركي والمعاني ومرد تعز اخواني كلنا واحد ايد بايد، محبوبي يا ابن البلقه وبعجلون ومحلى الملقى وسنود السمراء بالزرقاء عزيمه وقوه حديد، مفرقه والطفيلي والعداوي مية مية، جار الشيمه دباوي اهل الكرم والحميه، نشبي وبالنشبيه هم نبي